ننتقل لمحطة جديدة. حظك اليوم عام 1982 لعام 1988، كفيتي مسيرتك بصوت لبنان ومن الأخبار والسياسة إلى عالم الفلك، والبداية مع الأبراج كانت من خلال هالبرنامج أو الفقرة الإذاعية بوقتها. وبكل صراحة ست ماجي، كان عندك إيمان بالأبراج؟ أنا لما فت على الإذاعة كنت أنا مهتمة بالأبراج، مهتمة كهاوية مش كمحترف. كنت أقرأ كتير، حدا عدلني وقال لي ما كنت أمن بالأبراج، حدا قال لي أنت برجك الميزان وفسر لي شو، فسر لي شو، حدا مهندس مهم يعني بس ما بده يقول اسمه، كان أنه هو بيعرف بهالموضوع. قمت أنا صرت أقرأ، لما عرضوا بالإذاعة ولما كفت الإذاعة عرضوا بدكم برنامج، شو البرنامج بدك تقدمي؟ قلت لهم على الأبراج. ليه؟ حزرت أبراج، حبيته لأن بدي أحكي عن الكاركتير تبع. قمت عملت برنامج اسمه الحظ والأبراج. قد ما أخذ سكسي طبعته كتاب، كان أول كتاب. قالوا لي قديه بتطبعي؟ قلت لهم 5000. قديه بعتي وقتها منه؟ قالوا لي 5000، أكبر كتاب بالسنة ببيع 1000. عشان بتحكي أنت أكبر كتاب بالعالم، أنت ما بتعرف شو يعني الكتاب. قلت لهم أنا بدي أعمل 5000. عملت 5000 نبيعه 28 يوم، رجعت عملتها 5 غيره نبيعه بعد شهر. اف حلو. وقفنا، صار في حرب. وهون لقيتيها فرصة ليكون مصدر رزقك بهالفترة. إيه؟ والساحة خالية من المنافسين. إيه مش بس هيك، صار عندي مدخول منه. انبسطت لأنه مدخولك إعلامي مش هالقد يعني. ست ماجي، ما في يعني، خلينا نكون واقعيين، بهداك الوقت وبهديك الحقبة العالم ما كانوا كتير يتقبلوا الأبراج مثل هلأ. ما كنت تخافي أنك تخسري مكانتك الاجتماعية اللي صنعتيها من قبل الإعلام؟ لا لا، أنا عم وقت عملت أبراج عملتها مقتنعة. وأنا بس تكون مقتنعة انت بتواجهي، مش بتواجه، بتستقطب. يلي بحسك انك صادق بصير يسمع منك، يلي بحس انه انت ما عم تعمل شغلة تتسلى بصير يأمن باللي عم تعمله. انا اذا بدك شاركت الناس، جذبت الناس الى هذا العالم. بدي خبرك شيء علي، انا لما طلعت من الإذاعة ما معي شيء، ما قدر اعمل شيء، ما عندي حتى هيدا. وكانوا بتعرف عليك الضغط، وهي اضطريت اعمل توقعات وقتها، واضطريت احط صورتي. انا اول من حط صورته على الكتاب للعالم يعرفوا انه هيدي انا، لان الناس ما بيعرفوا ويني، ما في اعلان حتى. كل شيء كل شيء انا تحملت مسؤوليه كتير بكير. شو بدي خبرك، اتعذبت يعني. شو يمكن اصعب شغل اشتغلتي بعمر المراهقه؟ ما في اصعب، كنت وقت روح تعلم وبدي اجي اتعلم كان هيدا صعب يعني. روح اعطي لسون بارتيكولير سيف مع شتي وارجع على البيت كتكفي علمي تروح تاني يوم على المدرسه. يعني انا بلشت من صف السجوند، يعني صف ترزيام سجوند بلشت. بكل صراحه، بايه او لا اليوم ماجي فرح بتقول عن نفسها الاولى بعلم الفلك والابراج بالعالم العربي؟ ما بحب اقول انا الاولى، اللي خلى الناس يقولوا. بس بقول لك شغله واقعيه، بقول لك انه انا بعمل شغله كتير سيريس، ما بشتغل الفلك حتى اتسلى، بشتغله وانا بحب اللي عم بعمله. وبقول لك انه انا كتابي الاكثر مبيعا، يعني الاولى بالاكثر مبيعا. هلا في ناس كمان شاطرين يمكن، ما بعرف انا، يعني ما كثير بتابع. يعني انت الاولى او لا؟ ايه علينا، بدنا نوقف الصف هلا نشوف مين اول. ايه او لا، لننتقل لسؤال اخر. ما بعرف، يمكن يمكن يمكن، يعني انه انا بحس انه لما بعمل كتاب ما في له مثيل.